مصطفى البايض مراسلا صحفيا يعمل لأحد القنوات الأجنبية ويعيش بهذه الخيمة الصغيرة مع عائلته والتي باتت تنزح معه أينما يعمل طوال أيام العدوان على غزة، علّه يسلب جزءا من وقته ليوفر بعض احتياجاتهم اليومية أو يشعرهم بشيء من الأمان في وقت فقد فيه كل الفلسطينيين الأمان بأي مكان بغزة. الخطر صار ما بيقتصر علي أنا لحالي، يعني صارت عائلتي برضو قريبة أكثر من الخطر، موجودة معي في الميدان حيث أتنقل من مكان إلى آخر، وهذا بيزيد من العبء علي أنا كإعلامي. أنا بكون على الهواء بنقل الرسائل الإعلامية عبر شاشة الأرتي، بكون بالي مشغول كثير ما بين أنه أنا أوفر احتياجات عائلتي، ما بين أنه أنا أوفر لهم وجبات الطعام، وما بين أنه أنا أركز في نقل الرسائل والأحداث والمجريات اللي بتدور. أنا بشوف بابو طالع اللايف فبروح على الخيمة، فعشان هيك طول ما هو بابا عنا بنحس في الأمان أكتر، أما طول ما هو بعيد عنا مش هنكون حاسين في الأمان. فالصحفي الفلسطيني يخوض حربا أخرى للحفاظ على أسرته وتوفير احتياجاتهم دون أن ينقطع الصوت والصورة عما يجري مع الشعب الفلسطيني من مذابح يومية، خاصة في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت لأربعة أيام على التوالي وتخوفاتهم من استشهاد أو إصابة عائلاتهم بأماكن نزوحهم. أنت تريد أن تطمئن على أن عائلتك بخير، أو حتى تريد أن توصل لها خبرا بأن تتحرك من مكان إلى مكان آخر أكثر أمنا، هذا غير متحقق بسبب انقطاع الاتصال الهاتفي. إحنا اليوم تقريبا رابع يوم أو خامس يوم لانقطاع الاتصال الهاتفي، ونحن حالنا كحال باقي الصحفيين الفلسطينيين الذين عاشوا أيام النزوح في كل المحافظات الفلسطينية، نبحث عن الوقود تارة ونبحث عن الحطب تارة أخرى، ونبحث عن المياه، ونبحث عن الغاز، ونبحث عن كل مقومات الحياة. ونحن كعائلة فلسطينية كباقي العائلات أيضا التي نزحت إلى مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، نحاول أن نقسم أنفسنا إلى عدة أقسام، منا من يبحث عن الماء، ومنا من يجلب الحطب، ومنا من يحاول أن يجد قوت يوم الأطفال أو يمارس الطقوس اليومية لكل عائلة فلسطينية. وفي هذه الخيمة التي نعيش فيها نحن كأسرة فلسطينية التي تتكون من نحو 20 شخصا مع الأم والأخوة والأب، وهنا نحاول أن أيضا أن ننتج التقارير للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري. هذه الخيمة التي نحاول من خلالها أن نجد، يعني أن نفضح الجرائم الإسرائيلية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، حتى لا تقف الرسالة الإعلامية رغم كل الظروف ورغم كل التحديات. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.